يعني زوجتك أفطرت 4 رمضانات من أجل الحمل والولادة والرضاعة، ولم تستطع قضاءها بعد قبل قدوم رمضان، الأيام في ذمتها، الأيام في ذمتها، إن كانت تستطيع أن تعيد أعادت بعد رمضان وليس معها كفارة. نعم، قال بعض أهل العلم إن تكفر بإطعام مسكين ما كان مع كل يوم صيام، يعني تصوم وتطعم، كلا نعلم دليلا على هذا من الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة تحسم لنا المسائل. فزوجتك في ذمتها الصيام على الوجه المتيسر لها، إن عجزت تماما عن الصيام أو كانت مريضة مرضا مزمنا يحول بينها وبين الصيام، هنالك اتجاه آخر في هذه الحال، وهي أن تطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم.